نعم ورثتها من أهلنا. أنا ابتديت من 70 بالعمل هذا. ذاك الزمان ما كانت أكو كهرباء ولا كان أكو فايبر غلاس، بس خشب وبسمار وشاكو ذاك الزمان. إلي حب ولع بها عيشة، ولكن بها مأساة ضايج من المأساة مالتها. هاي المهنة أحبها لأن هي وسيلتي وعيشتي صحيحة، ولكن بها متاعب. أولادي من يشتغلون بيها، بيها حساسية على الجسم، يظل يحكون من الجسم مالهم يتأذون في حالات مرضية هواي من عندها. يتأذون من هذا العمل، شافوا لهم وسيلة اللي تخدمهم بأقرب من هاي العمل، التجوا غير شغلات. صناعة القوارب قبل كنا نشتغل، مو أنا، أهلنا كانوا يشتغلون خشب وكير بذاك الوقت، ديك خشبات وبسمام بسامير بسيطة وقيرها قير مشحوف قيار بذاك الزمان. شوي شوي تحسنت الوسيلة إلى صار بنا كلفات خشب يتكلفت ودهننا بدهن صيد، توسع أحسن. الآن توسع بعد أحسن توسيع. هذا زماننا اللي بيحنا إجانا فايبر غلاس. الفايبر غلاس استخدامه كلش عالي، دقنية متانة ضمان بي، فيستخدم للهور للشط للبحر أينما كان الحاجة مالته. صنعة الزورق بأحجامه، حجم وسط حجم كبير، الصغير ما يسمى بالهوري ياخذ له يوم عمل، يومين يوم او يومين عمل مالته. الاكبر منه ياخذ يومين ثلاثة ايام قلص، بنم كبير ياخذ اسبوع 10 ايام حسب العمال اللي تشتغل بيه.